يا أهل التوحيد، يا أهل لا إله إلا الله، والله مقامكم عظيم عند الله. أنت يا من تحمل في قلبك هذه الكلمة العظيمة لا تستهين بمقامك، اسمع لهذا الحديث العظيم الجليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما جلس مع أصحابه بدأ يقص لهم قصة ستحدث يوم القيامة، قال أن الله تعالى يقول لآدم أبونا: يا آدم أخرج بعث النار، هؤلاء أبناؤك، أخرج أهل النار. فيقول آدم: يا ربي كم أخرج؟ قال: من كل 1999 واحد فقط يدخل الجنة، واحد فقط يدخل الجنة. نعم، واحد فقط. الصحابة خافوا، قالوا: أينا ذلك الواحد يا رسول الله؟ فعلا يا إخوان والله أمر مخيف، ولكن ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كان جالس معهم فبدأ يبث لهم البشارات، قال: أبشروا فإن فيكم يأجوج ومأجوج، ما كانوا في قوم إلا كثروا. هذه البشرة الأولى. شوي كان ساكت عليه الصلاة والسلام، فبدأ الوحي ينزل إليه، والصحابة ينظرون إلى وجه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يتحمل نزول الوحي، فيبتسم فيستبشرون، فيقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أبشروا فإني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. ثم يسكت عليه الصلاة والسلام، ثم يقول: أبشروا فإني أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، نصف أهل الجنة، نصف الجنة نحن يا أمة محمد، آخر أمة وأقل الأمة عددا. نعم، نصف الجنة. لماذا هذا كله؟ يفسر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك أنه بسبب كلمة لا إله إلا الله. فيقول في ختام الحديث أن أهل التوحيد يوم القيامة بالنسبة لأهل الدنيا، لأهل يعني البشر كلهم، كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. هذا الذي ميزك فجعلك من المميزين، فاثبت على لا إله إلا الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسلام.